وزير التعليم العالي يطلق برنامج لدعم النوابغ والمبتكرين بالتعاون مع الجامعات الأهلية الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الموهوبين والمتميزين. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن عن إطلاق صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، وأكد أنه هيتم إنشاء شراكة لدعم أهداف الصندوق وإطلاق برنامج للمنح بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الجديدة بغرض استهداف الموهوبين والمتميزين. الدكتور محمد عامر رئيس الصندوق أكد أن خطة العمل المستهدف تنفيذها خلال العام 22-23، والبرامج اللي هيقدمها الصندوق هتشمل تدريب 2000 طالب على أساسيات الابتكار والملكية الفكرية وقبول 400 فكرة مشروع ابتكاري و100 نموذج أولي لمشاريع ابتكارية، وذلك ضمن برنامج نادي الابتكار والذي يستهدف طلاب التعليم قبل الجامعي.